إن شاء الله راح نتكلم عن الجهاز الهضمي بشكل خاص، وتكلمنا في الدرس السابق عن الجهاز الهضمي بشكل عام، والحين نكمل الدرس في الدرس الثاني. أيضا البنكرياس مهم جدا في إفراز عصارات هضمية أخرى في القسم الثاني من الاثنى عشر قبل دخول الطعام إلى الأمعاء، تساهم في تحويل يعني الطعام إلى جزيئات صغيرة تسهل عملية امتصاص المغذيات منها إلى الدم. وبعد الأمعاء الدقيقة يعني تدخل فضلات الطعام المسحوب منها المغذيات إلى الأمعاء الغليظة، حيث يعني يتم امتصاص الماء من الطعام غير القابل للهضم ليتحول إلى براز يخزن في المستقيم، وهو يعني نهاية الأمعاء الغليظة، وتمهيدا للتخلص منه على دفعات مقسمة. وأيضا قد يحدث في أي مرحلة من يعني مراحل عملية الهضم اختلال مما يؤدي إلى أعراض مزعجة، أبرزها وأكثرها يعني شيوعا عسر الهضم الذي يؤدي إلى انتفاخ البطن وإحساس يعني الإحساس بالانزعاج عام بشكل عام، وألام غير محددة، وأيضا حرقة وقثيان، وممكن سائل حمضي في الفم، وأيضا ممكن يحصل تجشع وخروج غازات معينة، وأيضا من المهم مراجعة الطبيب في هذا الأعراض لكي يتم العلاج. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.